بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. دايما برحب بيكم في مطبخي وغير مطبخي، في مطبخ اهلي، في بيتنا، في بيت اهلي، في اي مكان ايا كان، دايما منوريني ومشرفيني حبايبي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. العزومه النهارده كانت في بيت خالي، بيت ابن خالي، ربنا يخليه يا رب ويديه الصحه، الاستاذ محمد سالم. بقول له كل سنه وانت طيب، مبدئيا كده بقول له كل سنه وانت طيب، وربنا يخليك لينا يا رب، ودايما مجمعنا يا محمد، وفرحك باولادك وحبايبك يا رب، اللهم امين. بقول لمرات خالي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، واديك الصحه يا رب والعافيه، ودايما مجمعانا ومجمعين عندك في الخير دايما يا حبيبتي، ربنا يخليكي ويديك الصحه والعافيه. العزومه النهارده طبعا، قبل ما انسى برضو، حابه اشكر واعمل اهداء خاص من قلبي لحبيبتي واختي الست ام عمر اللي قامت بالعزومه كلها طبعا. بجد تسلم ايديك يا حبيبتي، وربنا يديك الصحه. الاكل كان روعه واكتر من روعه كمان بصراحه، مش عارفه اقول لك ايه. فربنا يديك الصحه والعافيه يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه، وتسلم ايديك. بجد بجد الاكل كان رائع. طبعا احنا خدنا جوله كده في الشقه، انا مش هطول عليكم، انا هنسيبكم في الفيديو تتفرجوا عليه، وتتفرجوا على الحاجات اللي في الفيديو. فطبعا بتمنى ان الفيديو يعجبكم، واللي يعجبه الفيديو طبعا ما ينساش اللايك واشترك في القناه. واسيبكم بقى مع الفيديو واجواء الفيديو والحاجات اللي عملناها في الفيديو كلها. طبعا الحاجات كتير والكواليس اكتر، فانا بقول الاهم من الفيديو الحاجات اللي جوه الفيديو، الحب والحنان والموده اللي احنا بنلاقيها من كل اللي حوالينا. بجد اما بتحس بكل اللي حواليك بيحبوكي وتلاقي حب وموده بينك وبينهم، ده احسن من اي حاجه في الدنيا، يعني شيء لا يقدر بثمن. فربنا يا رب ما يحرمش اي حد من حبايبه وعزوته ولمته وكل حبايبه يا رب، اللهم امين. وسيبكم بقى مع الفيديو واجواء الفيديو، ونشوف ايه اللي جوه الفيديو. يلا بينا يلا بينا، كل سنه وانتم طيبين.
بيت العز يا بيتنا على بابك عيني.